الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير، حلقة بداية الأسبوع. النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة كابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس مرمى منتخبنا للناشئين مواليد 2008 ضيفا على البيت الكبير في الفقرة الأولى. أما في الفقرة الثانية الثنائي كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير. في بداية هذه الحلقة أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة أحمد رفعت وأسرة الرياضة المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يوم صعب جدا على الجميع وعلى الرياضة المصرية، ربنا يرحمه ويغفر له. أحمد رفعت الله يرحمه أثر بشكل كبير في الرياضة المصرية. بعد وفاته أعتقد أن وفاة أحمد رفعت سيكون لها تأثير كبير جدا 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 على مستقبل الرياضة المصرية خلال الفترة أو المستقبل القريب للرياضة المصرية. ف زي ما حضراتكم شايفين الأهلي بينعي كابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى كابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر الذي وافته المنية اليوم، داعي للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح صدمة كبيرة جدا جدا للوسط الرياضي. حضراتكم سمعتوا واتكلمتوا وناس كتيرة اتكلمت في هذه الأمور، وهنا فلان طلع اتكلم وهنا علان طلع اتكلم، ولكن في النهاية عايز احكي لحضراتكم مكالمة طويلة جدا جمعتني بالله يرحمه أحمد من أسبوع يمكن أو يمكن من أقل. أنا كنت حريص دائما أحمد، مش من يعني أنا ما أعرفوش بشكل شخصي طبعا، ولكن لأنه أصغر مني بكتير، ولكن لما كان تعبان كنت يعني يوميا الحمد لله كنت بتواصل مع الكابتن هيثم عرابي وبعرف منه كل اللي بيحصل يوميا يعني. فأحمد لما طلع كنت بتواصل معاه بشكل دائم. الله يرحمه كان محب للحياة، كان عايز يعيش. الله يرحمه أحمد بيحب يلعب كورة، ولكن في الكلام يعني أنا وأنا يمكن من المرات القليلة اللي هتكلم فيها في هذا الأمر، اللي بيركب دعامات وهنا ما تقوليش انت مش دكتور يا اسلام، انا مركب دعامات، فانا عشان كده بتكلم في هذا الامر. اللي بيركب دعامات بيبقى عارف ان هو بنسبه كبيره جدا جدا بيعتمد بيبتعد عن الرياضه اللي هي بشكل عنيف. ممكن تلعب او تتمشى تعمل بتاع، ده اقصى حاجه تقدر تعملها، ولكن ان انت ترجع تجري وتلعب كوره بتبقى الامور صعبه جدا. فاحمد كان الله يرحمه كان مدرك لهذا الامر، كان مدرك قد ايه انه بالرغم من حبه لكرة القدم، ولكن كان هو عايز أعيش، عايز الفترة اللي جاية تعدي عليا بشكل حلو وبشكل جيد، بشكل إن الناس كلها دايما تفتكرني. تحس إن هو كان وهو بيتكلم بيودع الناس، تحس إن هو أكبر مني بعشرين سنة. يعني أنا كنت بكلمه عشان أنصحه يعمل إيه في مثل هذه الأمور ويتكلم، التجربة شخصية حصلت معايا أنا تحديدا، فكنت بكلمه أشرح له النمط الحياة بيختلف ازاي ولازم يبقى واخد باله. طبعا هو اصغر ويبقى اموره كانت تبقى احسن يعني، ولكن كنت بشرح له التجربة بالنسبة لي كانت عاملة ازاي لمجرد اني اساعد حتى ولو بشكل بسيط جدا. فكنت دايما بسمع منه صوت الامل، صوت ان انا لا انا عايز العب، عايز اكمل، عايز العب كرة قدم. ولكن احمد ربنا افتكره، واعتقد ان ما حدث بعد وفاة أحمد والفترة القليلة القريبة، أحمد هيكون له الله يرحمه هيكون له دور كبير جدا 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 في تغيير الرياضة في مصر إن شاء الله إن شاء الله.
اخر حاجه عايز اقولها في هذه النقطه وهي نقطه مهمه جدا، اتمنى ان عربيات الاسعاف اللي بتبقى موجوده في المباريات، كل مباراه بتلعب في اي ملاعب، اي ملعب من ملاعب المصريه، بيبقى فيه لازم يبقى فيها عربيه اسعاف. عربيه الاسعاف اللي موجوده اتمنى ان يكون فيها جهاز لانعاش عضلات القلب، اتمنى ان هو يكون موجود. دي حاجه استفدناها، مفيش استفاده طبعا، ولكن هي حاجه لازم نقولها، اتمنى ان الجهاز ده يبقى موجود بشكل دائم في كل عربيات الاسعاف خلال المباريات القادمه، لانه الموضوع كان هيفرق اعتقد، ده بناء على الكلام اللي انا سمعته يعني في المره الاولى. عموما الله يرحمك يا احمد، كلنا بندعي لك وعمرنا ما هننساك ولا هننسى تأثيرك ان شاء الله.